ولا شنو أنا مسنود ولك هو المسنود الأكبر منك باكر الشعبي يسحله من شواربه ويدوس على رأسه. والله أستاذ أنا بزعله خمس مرات وزير التجارة وقاعد نشخين الرجال يحب يساعدني يساعدني واللي جوا يحب شو من جوا وكل شو ما سوالي. من اللي جوا اللي ما ساعدك؟ مدير عام مسجل الشركات قال له تطي الأوراق تطي نسخة من الوكالة خليه يروح يقيم دعوة على كاتب عدم ما كابني هذول مزورين باسمه. قال له تؤمر أستاذ ننزل جوا يقول لي والله ما كل وكالة مدورين عود أنا أعطيك إياها وأرجع النوب علي وأقول له أستاذ ما أعطوني إياها ويرجع النوب يبلغهم ويعني فد نوب لعبه وبيه طوبة هاي صار لي بالسنتين. أنت إيش كثر مطلوب ضرائب يا مهند؟ 4 مليارات المطلوب. أنت إيش تشتغل؟ سايق تاكسي والله استاذ حتى ما قاعد اطلع انا رجال مهدد ورجال ما ولا اقدر اسافر مقطوع علي الحصه يعني شنو ذنبي انا دفتر ماني لا اعرف شركات لا كاتب ولا اعرف حتى شهاده ما عندي كنت تدري بحالتي استاذ وانا طلعت وياك نزلوا علي مكتب فريق احمد ابو غريب وقالوا احنا يمك كنت طلعك شعراي من العجين وبعد لا ولا حد خابرني لا حد سال علي والله مليت وتعبت والنبي عربي شوفوا لي مال الوزير سيادة الوزير سماحة الوزير باش شحط لك اسماء. هاي القصة من أيام الوزير السابق. الوزير كان متعاون خلف الله عليه مدير مسجل الشركات ليش يرفض يطي الوكالة المزورة؟ هذا أولا يتم الاعتراف أنه الوكالة مزورة ومسجل الشركات مسجل شركة بوكالة مزورة ويرفض أن ينطي للمواطن وكالة مزورة ليقيم بها دعوة والشركة والوليد سايق تاكسي 4 مليارات تاس هو نونو ما أخذ 4 مليارات ولكم سايق تاكسي مسجل الشركات ليش ما حد يقول له زين لجنة برغيف ما سوت المعالي ما سوت معقولة مدير مسجل الشركات في وزارة التجارة عصيا على القانون وأنا هنا أصرخ بكل صوتي مسجل الشركات موجود والوكالة موجود ومهند موجود والوزارة موجودة عن طريق القضاء يا أبو علي البصري أبو رغيف راح اجيت أنت معقولة مسجل الشركات ورأس ماخات مثل فلان وما حد يجيبه معقولة؟ والله أستاذ والله الوزير التجارة الرجال اللي إجا وياي للطريق وقال لي أنا راح أطلعك منه وأنا أساعدك وأنا أواجهك بكل شيء بس اللي جواه أستاذ اللي جواه ما تجيب أسامي هنا بالإعلام اللي جواه لعبوا بيه طوبة والله بالقانون لا أدوس لك على خشومه ما عبلك بيهم طوبة وزير العدل وزير العدل يوجه كتاب مدير التسفيرات وبالحوت عنده موقف ما ينفذ وزير التجارة اللي يرفع الظلم على واحد مدير الشركات ما ينفذ وهاي الناس سايق تاكسي مطلوب له 4 مليارات مسوين شركة وهمية ليش ما يخضع مدير الشركات هسه ما نقول تهمة للتساؤل عن حقوق الناس ليش ما ترضى تطيل الوكالة المزورة تروح يقوم بها دعوة خاف تنكشف المستور وتش عبالكم أنت واللي وراك من وزير ولا سيد ولا حجي والله لا يجي يوم هاي الجيف مالتكم لتطلع يوم تذهل كل مرضعة عما رضعت ليش وقت يظلون يحموكم الفاسدين المشكلة بالدولة العميقة يا أبو علي البصري أنا أعرفك صديقي واحترمك لكن لا حقوق لا تعالي على حقوق العراقيين هذا ثاني مرة طلعه أم عمر ثاني مرة طلعها إي مو كافي ولكم كافي استحوا شوية أنتوا شعبالكم أنه ماكو بنفذ للناس السولف أطالب باسم العدالة أنه مدير مسجل الشركات بالادعاء الذي قال به الأخ مهند ليش يمنع يطل الوكالة للمواطن ولا يقول لي واحد بالتجارة قررنا وعملنا وجلسنا 4 مرات شايف الوزير وإذا ما تحترموا لكم وزير الدولة العميقة إذا ما تحتاربكم وزير بطلوا هاي الحكي اللي قاعد جوا ما يقبل اللواء السيد وكيل الاستخبارات لواء ماهر عقيد ثار أنا راح أبعث لكم هاي المظلومية وأرجو التحقيق مع مدير مسجل الشركات حتى أنا ما أتهم مدير مسجل الشركات لكن هي واضحة ليش ما تطل المواطن الأوليات يقيم دعوة
وليش ما تراجع هاي الشركات وتشوف منه حتى بالقانون ينكسر ظهره أو ظهر الخلفة، وتبطلون هاي العمات العين، وتبطلون هذا الاستهتار مالتكم، ولا شنو؟ أنا مسنود، ولك هو المسنود الأكبر منك باكر الشعب يسحله من شواربه ويدوس على رأسه.